وفاة تلميذ في أول أيام العودة المدرسية أعادت الجدل في تونس بشأن قضية انتشار العنف المدرسي. تقصير من جميع النواحي، أنا ولدي مشى في حياة، وإحنا اليوم موجودين هوني، أنا ولدي مشى، ولدي الآخر نجم نحطه في إيكول بخيفي، في مكتب بخيفي، يبدأ مسكر عليه، أنا جيت اليوم على الوليدات الآخرين، على هذوما الكل اللي دايرين بينا، خاطر هما ينجموا يتعرضوا لنفس الشيء، وينجموا يتعرضوا لأتعز شيء، وهذا واحد فيهم عنده سوابق، نورمالمون راهو ماهوش يدور، نورمالمون حتى كان يدور ثم رقابة، ثم أموا باقة، ثم أموا بوليس قدام المكتب. عائلات ضحايا العنف في المدارس التونسية أطلقت صيحة فزع تطالب السلطات بحماية محيط مؤسسات التعليم من المنحرفين وتجار المخدرات. نقصوا شوية من الكراز، شوفوا آمنوا عندكم سيف كامل، اخدموا البروجرام كيفاش تحبوا تخدموه نتاع كيفاش تقري، لازم كنا نحن الكراز ما كناش يتقرا يتروح. يا أخي أنا صغيري خارج من داري ما نعرفوش اش لابس، ما نعرفوش اش هازز في كرتابته، ما نعرفوش حاط في مكاتبه. يفضلكم الأولياء، يفضلكم نتلموا نسكر، أنا كنا أولياء، أنا بنتي الله واحد، أما أنا خايف عليها، خايف عليها في الوضع. الصغار حرقت، الصغار هجت، ما عادش عندنا شباب، ما عادش عندنا، وين الشباب؟ شباب اللي قاعد ياكل في المخدرات. وفقا لوزارة التربية فإن نسبة العنف المدرسي لا تتجاوز 2%، وهو ما تراه منظمات حقوقية رقما غير جدي، وتطالب بآليات قانونية وإجرائية جديدة تحمي مؤسسات التربية في البلاد. حلونا من المنشآت الرياضية، راهي صغارنا ضاعت، راهي الدولة قائمة على الصحة والتعليم، صغير كي يقعد في الشارع اوتوماتيكمون باش يتجه للمخدرات ويتجه لبرشا حاجات خايبة. الرئاسة التونسية فعلت المرسومة المتعلقة بأحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، هدفه هو وفق السلطات إصلاح القطاع وتحديث آليات تطوير مؤسسات التربية والتعليم وحمايتها. أميمة بن خلف، المشهد، تونس.